بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا زال الكلام في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد بينا في الدروس السابقة أن هذه العقيدة من أجمع وأفضل ما كتب وأخصر ما كتب في عقيدة السلف، وإن كانت ليست جامعة لكل ما يتعلق بأمور الاعتقاد، وإنما ألفها شيخ الإسلام رحمه الله لجواب سؤال ورد عليه من بلدة واسط في بلاد العراق، أو من شيخ يقال له الواسطي، سأل الشيخ عما أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته تكون مرجعا لهم، فألف هذه العقيدة ما بين صلاة الظهر أو العصر أو ما بين العصر والمغرب. ألفها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الإمام المعروف، لبيان عقيدة سلف هذه الأمة. والمراد بالسلف هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان على ما كانوا عليه من العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يأخذوا من أقوال الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، وإنما أخذوا عقيدتهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ودين الله كامل، لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين للناس أمور دينهم كلها صغيرها وكبيرها، وترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الدين كامل، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فدين الله كامل، ولم يفارق عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين وبين للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وما فيه نجاتهم يوم يلاقون ربهم يوم القيامة. وتكلم الشيخ على كثير من أمور الاعتقاد مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتكلمنا على بعض أصول الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل
واليوم الآخر، وبقي معنا ما يتعلق بأمور القيامة وما فيها من وزن للأعمال وعرض للصحف وما فيها في عرصات القيامة من الحوض والصراط والميزان والقنطرة التي بين الجنة والنار، كل ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة ببيان موجز واضح، علينا أن نستمع لكلامه رحمه الله. نعم يا سمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. حسن، هذا لبيان الفتنة التي تكون في القبر، وقد تكلمنا على جزء منها وهو ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حال الميت في قبره، وسؤال منكر ونكير، وهما ملكان يسألان الميت. والأحاديث ذكرنا جملة منها في ذلك كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت عرج بها إلى السماء في أدنى زمن، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في بدنها، يعني تعاد الأرواح إلى الأجساد في القبور، فيكون السؤال للروح والجسد معا، فيقعد الميت يقعدانه الملكان ويسألانه ثلاثة أسئلة: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه. فأما المؤمن فإنه يجيب، يقول: ربي الله سبحانه وتعالى، وديني الإسلام، ونبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: بهذا عرفت وصدقت. فيفسح له في قبره، ويمد له في قبره مد البصر، ويفرش له فرشا من النار من الجنة، ويفتح له بابا على الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويأتيه رجل حسن الهيئة، حسن المنظر، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا أنيسك في قبرك إلى قيام الساعة. ثم يقال لهذا الرجل المؤمن الصالح: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. فيقول هذا الرجل وقد شاهد الجنة وشاهد ما فيها من النعيم، ويأتيه من روحها ونعيمها ونسيمها، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني أرجع إلى ما أنا في، إلى الجنة وما فيها من النعيم العظيم، من القصور ومن الحور ومن الأنهار الجارية، أنهار من لبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسيأتينا بإذن الله وصف نعيم الجنة
وما أعد الله عز وجل لعباده المتقين. وأما الكافر والعياذ بالله والمنافق فإنه إذا وضع في قبره فإن الملائكة تقعده ويأتيه هذان الملكان ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقول ها ها لا أدري، لأنه لم يكن في الدنيا يؤمن بالله ولا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله، ولم يكن من المصلين، ولم يكن من المزكين، ولم يكن من الصائمين، ولم يكن من عباد الله الصالحين، فيقول ها ها لا أدري. كان في حياته في اللعب والعبث والكفر والعناد والجحود، فيضربانه بمرزبة من حديد، والمرزبة هي المطرقة، يضربانه بمرزبة من حديد فيصيح، فيسمعه كل شيء من البهائم وغيرها إلا الإنسان أو الثقلان الجن والإنس. ولو سمعها الإنسان، لو سمع صياح ذلك المعذب في قبره لا صعق ولما طابت للناس الحياة في الدنيا إذا سمعوا أهل القبور يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. فهذا الكافر والمنافق يضرب بهذه المرزبة من حديد فيصيح، فيسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعوه لصعقوا. وقد جاء في وصف هذه المطرقة من حديد أنها لو وضعت أو ضرب بها جبل لانساح وماع من شدة الضرب ومن شدة العذاب. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. يعني الشيخ يبين رحمه الله أن هذه الفتنة التي في القبور، وهي التي أمرنا بالاستعاذة منها في صلاتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور، ستة قبور، وسمع العذاب فيها فسأل عنها، فقيل هذه قبور المشركين من الجاهلية، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر، وسن ذلك في الصلاة أن العبد بعد التشهد يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع في كل صلاة بعد التشهد الأخير. وروي أن رجلاً سلم ولم يستعذ من هذه الأربع، فأمره بعض الصحابة بإعادة الصلاة، لأن هذه من السنن المؤكدة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يثبت المؤمنين ويضل الكافرين الذين لم يكونوا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك سؤال، هل هذا العذاب في القبر يستمر على جميع المعذبين أم أنه ينقطع عن بعض الناس يكون مستمرا، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون الذين كذبوا موسى عليه السلام، قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وينقطع العذاب عن بعض العصاة بسبب دعاء أهلهم لهم واستغفارهم لهم والصدقة عليهم فعنهم، فهذا من الأعمال الصالحة التي تلحق الميت بعد موته في قبره، وتكون سبباً لتخفيف العذاب على الميت أو انقطاعه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
قبر بعض الصحابة ووقف على قبره قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا وضع الميت في قبره وذهب أهله عنه فإنه يسمع قرع نعالهم، ترد إليه روحه، فحينئذ يسن أن يقف أهل الميت وأقرباؤه وأصحابه لحظات عند قبره يدعون له ويستغفرون له ويسألون الله له أن يثبته عند السؤال. فبهذا الاستغفار وبهذا الدعاء والصدقة عن الميت ودعاء أهله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء والصياح عن على الميت، وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا استمروا في الصياح والبكاء فإن الميت يتأثر ببكاء أهله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحالقة والصالقة التي تصيح عن الميت أو تحلق شعرها أو تشق جيبها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: النائحة إذا لم تتب فإنها تبعث يوم القيامة وعليها درع من جرب، والعياذ بالله، عليها ثياب من نار ودرع من جرب، منهي عن النياحة عن الميت، لأن هذه من أمور الجاهلية، بل الميت في قبره أحوج ما يكون إلى دعاء أهله والاستغفار له وسؤال التثبيت له والصدقة عنه، فإن هذا مما يلحق الميت بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا بث علما في الناس وعلم الجاهلين ونصحهم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن هذا مما ينفع الميت في قبره، أو ورث كتبا أو مصحفا، فإن العلم أو كتب علم، فإن هذا مما ينفع الميت بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، يربي أولاده على الدين وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الأعمال الصالحة، حتى إذا مات بقي هذا الولد عملا صالحا يستمر للميت أجره وثوابه بعد موته. وإن العبد يوم القيامة ليجد الأعمال الصالحة في ميزان حسناته فيسأل عنها، فيقال: هذا بدعاء ولدك الصالح وبصدقتهم عنك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتصدق عن ميته وأن يدعو له وأن يعمل الأعمال الصالحة وأن يشركه في أعماله، سواء كان صدقة أو وقفا أو برا، فإن هذا مما يخفف عنه العذاب ومما يزيد في حسناته يوم القيامة. أما بعض العصاة والعياذ بالله والكفار فيستمر عليهم العذاب لشدة كفرهم وعنادهم وأذيتهم للمؤمنين، فهذا مما يشتد العذاب فيه على المعاندين وعلى الكفار والعصاة والمنافقين، فقد يستمر العذاب عليهم بسبب كفرهم وعنادهم، كما حصل لقوم فرعون أنهم، قال الله عز وجل فيهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والعياذ بالله. فهل يطيق العبد ذلك العذاب؟ لا نطيق النار في الدنيا الجمرة، لا يستطيع العبد أن يضع يده عليها، لا يستطيع أن يضع يده على نار بسيطة وهي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فأجساد العباد على النار لا تقوى، فالعبد يقدم لنفسه العمل الصالح
الذي ينجيه من العذاب يوم القيامة، ويكون سبباً في دخوله الجنة وفي النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين. نعم يا سمير. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذا الكلام على القيامة الكبرى، وقد ذكرنا أن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. أما القيامة الصغرى فهي موت كل إنسان، فمن مات فقد قامت قيامته وانتهى عمله وختم على عمله، فلا ينفعه شيء. إذا مات العبد فقد قامت قيامته وانتهى عمله، ووضع في قبره فانتهت أيامه وساعاته ودقائقه وانتهى عمله، فلا يقبل منه تسبيحاً ولا استغفاراً ولا صلاةً ولا شيئاً من الأعمال الصالحة، لأنه شاهد الآخرة وشاهد الملائكة وشاهد العذاب وانتهى عمره. فهذه هي القيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى فهي قيام الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس للحساب والجزاء يوم القيامة، حين ينفخ في الصور كما قال الله عز وجل وبين لنا أن النفخات ثلاث. النفخات ثلاث: نفخة الصعق الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يفزع الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع فلا يسمعها أحد إلا رفع ليتا وأرخى ليتا، يعني الليت هي صفحة العنق، يعني يسمع ما هو الصوت. وجاء في الحديث: أول من يسمعه رجل يليط حوض إبله، يصلح حوض إبله، فإذا سمع الصوت صعق من النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيل بين النفختين 40 يوما أو 40 عاما، تمطر السماء مطرا كالطل أو كالظل أو كمني الرجال، فتنبت الأجساد في القبور، ثم إذا نفخ نفخة أخرى إذا هم قيام ينظرون. وسيأتينا أن أول من ينشق عنه القبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أول من ينشق عنه القبر، فأجد أخي موسى آخذاً بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لأن موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يريه ينظر إليه قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فجوزي بتلك الصعقة عن صعقة يوم القيامة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فلا أدري موسى أفاق قبلي، يعني انشق القبر عنه قبلي، أم جوزي بصعقة الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وأول شافع ومشفع، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، هذه الأمور مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن والسنة، وجاءت بها الأخبار الصحيحة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب على المنبر يقول: إنكم أيها الناس، إنكم ملاقو ربكم حفاةً عراةً غرلا. وفي صحيح مسلم من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، قال: فتصحرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأما البهائم فهي مبعوثة يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا هو الشاهد: ثم إلى ربهم يحشرون. الدواب والطير كلها تحشر إلى الله عز وجل يوم القيامة. والله عز وجل يقول في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى عن الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. لما يحشر الله عز وجل الجن والإنس والطير والدواب فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لا ظلم اليوم، حتى الدواب الله عز وجل يفصل بينها ويحكم بينها بالعدل، ويقتص لبعضها من بعض، فيقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي لها قرون وقد نطحتها، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يقول الله عز وجل للدواب بيوم القيامة: كوني ترابا، لأنه لا جنة لها ولا نار. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول: يا ليتني كنت دابة، يا ليتني كنت طائرا، يا ليتني كنت كبشا يذبحه أهلي ويأكلونه أصحابي. فيتمنى أن يكون ترابا كما ذهبت تلك الدواب إلى أن تكون ترابا. قال عز وجل ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أما الموازين وقد ذكرناه في الدرس السابق، فالله عز وجل حكم عدل يحكم بين العباد ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ يوم القيامة يختم الله عز وجل على الأفواه، وتنطق الجوارح وتشهد بما عملت، ويقول ابن آدم: ويلك إنما كنت أنافح عنك، كيف تشهدين علي
فتقول الجوارح: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يوم يختم الله عز وجل على الأفواه، وتنطق الجوارح، تنطق الأيدي والأرجل والأعين، كل شيء في ابن آدم ينطق يوم القيامة، يشهد على العبد بما عمل. يوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة تشهد الأرجل بما مشت إليه من المعاصي، وتشهد الأيدي، وتشهد الأعين، ويشهد كل شيء في ابن آدم عليه، ويختم على الأفواه، فلا تتكلم. ويقول ابن آدم لأعضائه: ويلك، إنما كنت أنافح عنك عن أن تعذبي. فتقول تلك الجوارح: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فعلى العبد أن يعمل الصالحات، وأن يجتنب المعاصي، حتى لا تكون الجوارح هي التي تشهد عليه يوم القيامة، بل يشهد عليه الموضع الذي عصى الله عز وجل فيه، ويشهد عليه الموضع الذي عمل الصالحات فيه. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. جاء في الحديث أن العبد يبكي، الصالح المؤمن يبكي عليه موضع سجوده وصلاته، الموضع الذي صلى فيه وتعبد فيه وذكر الله عز وجل فيه، يبكي عليه إذا مات وفارق الدنيا، ويبكي عليه موضع عروج أعماله الصالح. الله عز وجل إليه يصعد العمل الصالح، الله عز وجل يصعد إليه الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. فلكل إنسان مصعد للعمل الصالح إلى الله عز وجل، فإذا مات بكى عليه ذلك الموضع، وبكى عليه ذلك المصعد لأعماله الصالحة. أما الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لا يبكي عليه، بل يفرح موضع مكانه وموضع أعماله السيئة التي كانت تعرج إلى السماء، تفرح بموته وهلاكه والعياذ بالله. فعلى العبد أن يكثر من الأعمال الصالحة، من الصلاة ومن الركوع والسجود والذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، فإن تلك الأعمال كلها تدون وكلها تكتب لك، وتجدها في موازينك يوم القيامة. الميزان كما عند أهل السنة والجماعة، ميزان الأعمال الصالحة ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، فتوزن الحسنات وتوزن السيئات، فالمؤمن ترجح حسناته على سيئاته. أما الكفار والعياذ بالله فليس لهم حسنات، وإنما يقررون بأعمالهم ويوقفون على أعمالهم، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مؤمنا ولا كافرا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، أي عمل صالح قدمته فإن الله عز وجل يحفظه لك ويوافيك به يوم القيامة، كما في حديث البطاقة، وقد ذكرت لكم إياه في الدروس السابقة، أن رجلا ليس له حسنات أبدا، فيأتي به الله عز وجل يوم القيامة له سجلات مد البصر من السيئات ومن الأعمال السيئة ومن المعاصي، فيؤتى بتلك السجلات وتوضع في كفة الميزان، ويؤتى بهذا العبد ويقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فيقول: يا ربي، وأي حسنات لي مع هذه السجلات العظيمة التي مد البصر؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم.
فيؤتى ببطاقة فيها شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوضع في الكفة الأخرى من الميزان، فتثقل تلك البطاقة وتطيش تلك السجلات، لأن اسم الله عز وجل لا يثقل معه شيء، ولأن التوحيد لا يعدله شيء. فيها شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. مات على التوحيد، على شهادة التوحيد، مات ولم يشرك بالله عز وجل، فطاشت تلك السجلات وثقلت تلك البطاقة، وأدخله الله الجنة بسبب كلمة التوحيد. فهذا بيان للميزان، وأن العبد توزن حسناته وتوزن سيئاته، فإذا رجحت حسناته على سيئاته فذلك السعيد، إذا رجحت وثقلت، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وهو الكافر والعياذ بالله والمنافق، فأمه هاوية، يعني أم رأسه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية يهوى به على رأسه في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه لا حسنات له. فالكافر الذي عمل أعمالاً صالحة في الدنيا، بنى مستشفيات، عمل أعمال خيرية، لكنه لم يؤمن بالله، ولم يصلي لله عز وجل ركعة واحدة، ولم يؤمن بالله ولا برسوله ولا بكتابه، فحينئذ يجازيه الله عز وجل بتلك الأعمال في الدنيا، وليس له في الآخرة عند الله خلاق ولا نصيب. يجازيه الله بصحة في بدنه، بزيادة في ماله، بصحة في أولاده، بزيادة في عمره، لكنه يوافى يوم القيامة ليس له حسنات والعياذ بالله، وإنما مصيره إلى النار. فالكافر ليس له حسنات توزن، وإنما يقرر بأعماله ويوقف عليها ليبين له عدل الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. وأي حسنة يعملها العبد سيجدها يوم القيامة في صحائف أعماله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني ما يحتاج أن يفتحه، يجد كتابه مفتوحا منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ تجد فيه حسنات. فالمؤمن يفرح بذلك اليوم الذي يجد فيه حسناته، ويقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، ما نفعه ماله ولا سلطانه، هلك عني سلطانية. يقول الله للملائكة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه السلسلة من نار جهنم، قيل ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك وليس بذراع الإنسان، تدخل تلك السلسلة من فمه والعياذ بالله، وتخرج من دبره وهي مشتعلة نارا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه والعياذ بالله. فهل نطيق ذلك العذاب؟ هل نصبر على ذلك العذاب؟ يقول الله عز وجل للمشرك والكافر يوم القيامة: يود أن يفتدي نفسه لو كان له جبال الذهب والفضة، يود أن يفتدي بها نفسه. فيقول الله عز وجل: لقد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. ما سلككم في سقر، يقول الله للكفار: ما سلككم في سقر، سقر من أسماء جهنم، قالوا لم نكن
من المصلين، ولم نكُ نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يوم القيامة الكفار لا تنفعهم الشفاعة، الشفاعة خاصة للمؤمنين، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة تخرجهم من النار والعياذ بالله. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا بيان لشيء مما هو في عرصات القيامة، وعرصات القيامة يعني أرض القيامة، وسميت عرصات لأنها أرض واسعة لم يسفك فيها دم، تمد الأرض مد الأديم، ليس فيها جبل ولا شجر ولا حجر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض يوم القيامة تبدل الأرض، قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعرصات جمع عرصة، والعرصة هي الأرض الواسعة المبسوطة. في عرصات القيامة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر تلك الحياض وأعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وأمته هي أفضل الأمم، وهو أكثر الناس تابعاً يوم القيامة. جاء في وصف الحوض هذا الذي رواه أكثر من 50 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه متواترة، والمتواتر في تعريفه عند علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب، يعني المتواتر خلاف الآحاد، يعني عندنا أحاديث آحاد وعندنا أحاديث متواترة، الآحاد ما رواه الواحد أو الاثنين، أما المتواتر ما رواه جماعة من الصحابة عن جماعة من التابعين عن جماعة منهم حتى يصل إلى الإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي ويدون. فالحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. إذا جاءك 10 رجال يخبرونك بأمر فإنك تصدق، لأنه لو كان من واحد تقول يحتمل يكون صدق أو كذب أو اثنين، لكن إذا جاءك 10، إذا جاءك 20، فما بالك هذا حديث الحوض قد رواها أكثر من 50 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث الثابتة المتواترة. في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه أولاً في عرصات القيامة، ويصب فيه من الكوثر في الجنة ميزابان من الكوثر يشخبان فيه، يعني يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. طول هذا الحوض مسير شهر، وعرضه مسيرة شهر، يعني هو مربع، جاء في الحديث زواياه متساوية، طوله شهر وعرضه شهر، قيل إنه
مساحته مثل ما بين الكعبة وبيت المقدس طوله، وعرضه كذلك، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى طعمه من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. عدد كيزانه أي أكوابه التي يشرب منها المؤمنون عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سابقنا على الحوض، هو فرطنا على الحوض عليه الصلاة والسلام، يقول أنا فرطكم على الحوض، وليذادن أقوام دوني، يأتي أناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتمنعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا زالوا مرتدين مذ فارقتهم على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قليل من الناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر الصديق في حروب الردة وماتوا والعياذ بالله على الكفر. فإذا جاءوا يوم القيامة جاءوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا منه، فتمنعهم الملائكة لأنهم ماتوا على الكفر وغيروا وبدلوا. وكذلك من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من شرب الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي أصحابي أصحابي، وفي رواية يقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد أكثروا من المعاصي والسيئات، فيذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الكفر أو النفاق أو كثرة المعاصي. فجاء وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. طبعا الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، الحوض غير الكوثر، لكن الكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى حوضه، قال حافتاه قباب اللؤلؤ وحصباؤه اللؤلؤ وترابه المسك الأذفر، يعني ريحه ريح المسك. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الحوض فهو في عرصات القيامة كما جاء وصفه، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن ينال هذه الكرامة وهذا الخير ويشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وفي رواية وطعمه أحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلى من العسل وعرضه مثل طوله. وهل هذا الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ أما الحوض الأعظم الحوض الكبير فهو مختص به صلى الله عليه وسلم، أما الأنبياء غيره فلكل نبي حوضا، وإن الأنبياء ليتباهون
يتفاخرون يوم القيامة أيهم أكثر وارداً، وإني يقول عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردةً، وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس واردةً يوم القيامة، لأن أتباعه صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة وأكثر من هذه الأمة، فهم أكثر الناس تبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو من الله أن أكون أكثر الأنبياء واردةً للحوض يوم القيامة. وفي الصحيح أيضاً أو في مسند البزار من حديث عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضاً ما بين بيت المقدس إلى الكعبة أبيض من اللبن، فيه عدد الكواكب آنيةً، وأنا فرطكم على الحوض، ولكل نبي حوض، ولكل نبي يدعو أمته، وكل نبي يدعو أمته، فمنهم من يرد عليه فئام من الناس، ومنهم من يرد ما هو أقل من ذلك، ومنهم من يرد عليه العصابة من الناس، ومنهم من يرد عليه الرجل والرجلان والرجل الواحد، ومنهم من لا يرد عليه أحد. بعض الأنبياء لا يتبعه أحد من قومه، فيكون هو وحده على حوضه، ويقول كل نبي لأمته: اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. فكل نبي له حوض يرده أتباعه يوم القيامة، وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم تلك الحياض وأكبرها وأكثرها وارداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تابعاً يوم القيامة. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدواً يجري جرياً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف خطفاً، ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. هذا بيان للصراط المنصوب على متن جهنم، ولا يذهب ولا يصل أحد إلى الجنة إلا من خلال هذا الصراط، وقد جاء في وصفه في السنة، وجاء أيضا ذكره في القرآن الكريم، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الجميع سيمر من فوق نار جهنم الوصول إلى الجنة. هذا الصراط جاء وصفه أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأنه مزلقة، يعني صعب الوقوف عليه، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. وهذا الصراط له كلاليب كشوك السعدان، يعني خطاطيف من حديد معكوفة، مأمورة بخطف من تخطفه والعياذ بالله، فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله. يعني هذه الخطاطيف إذا مر الناس من فوق الصراط إلى من فوق جهنم على هذا الصراط، منهم من يجوزه، والناس في مرورهم على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من هو كلمح البصر، مثل البصر
هؤلاء الأنبياء والصالحون والعباد منهم كالبرق، قالوا كيف يا رسول الله البرق؟ قال أما رأيتم البرق كيف يذهب ويرجع سريعا؟ فمنهم أيضا من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح كقوة الريح في المرور، ومنهم من هو كالفرس الشديد الجري، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي يعدو عدوى يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا على حسب أعمالهم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، يعني تخطفه تلك الكلاليب والعياذ بالله فتهوي به في نار جهنم، ومنهم من تخدشه ولكنه ينجو، أعماله قليلة، يزحف زحفا على الصراط حتى ينجو منه ويخرج إلى الجنة. فمن كانت أعماله كثيرة، أعماله الصالحة كثيرة، فذلك الذي يمر على الصراط إما كلمح البصر أو يمشي كالبرق أو كالريح أو كالجواد الشديد الجري أو كركاب الإبل أو يعدو عدوا أو يمشي مشيا، وأما من قلت أعماله فهو يزحف زحفا وتنال منه النار وتخطفه تلك الخطاطيف تخدشه. قال صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار والعياذ بالله، والنار قعرها شديد وحرها شديد والعياذ بالله، تخطف من شاء الله عز وجل خطفه فتهوي به في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف. وفي رواية: مدحضة مزلة. والمدحضة والمزلة هو الموضع الذي لا تستقر فيه الأقدام، تسقط الأقدام إذا وضعتها عليه، تسقط القدم ويسقط الجسم. وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. وهذا المرور يطلق على اسم الدخول الذي يجزى به العصاة وينفى عنه المتقون الذين يدخلون الجنة كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يمر على الصراط كلمح البصر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا على الصراط. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأدخلنا الجنة دار كرامتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأزواجنا وذرارينا والمسلمين أجمعين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم قنا من الكفر ومن عذاب القبر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله آله وصحبه وسلم.